السلام عليكم، أنا زميلتكم الصيدلانية رشا خضاطبة، مكملة معكم في شرح مادة البيولوجي في هذا الفصل. إحنا وصلنا لكونسبت 5.5. طبعا هذا الكونسبت خفيف لطيف كذا معلومة إحنا نطلع منه، يعني هذا البارت الرابع إن شاء الله حيكون خفيف لطيف عليكم. تمام. هسا إحنا أخذنا اللارج بيولوجيكال مولكيولز، وحكينا في عندي ماكرو مولكيولز، وفي عندي بوليمر وإلى آخره. حكينا في عنا أربعة لارج بيولوجيكال مولكيولز، اللي هم الكربوهيدرات، البروتينز، والليبيد، اند شو نيكليك اسيدز. حاليا وصلنا لآخر بقى لارج بيولوجيكال مولكيولز، اللي هو شو؟ اللي هو النيكليك اسيدز. تمام. بالنسبة للنيكليك اسيدز، هم عبارة عن لارج بيولوجيكال مولكيول، عبارة عن ماكرو مولكيول، عبارة عن بوليمر. تمام. طيب النيكليك أسيد الأحماض النووية شو هدول؟ شو قصتهم؟ شو بيعملوا لي؟ يعني ممكن في ناس استغربوا اسمهم. تمام، يعني بروتينات وماشي عليكم اسمه، ليبيدز دهون ماشي عليكم اسمه. تمام، بس في ناس ممكن تستغرب يعني النيكليك أسيد شو بيعمل. هسا النيكليك أسيد هم أهم إشي فيهم، اللي هي إيش؟ أهم كلمة مفتاحية، اللي هي الهيريديتي، الوراثة. تمام. فالنيكليك اسيد شو بيعملوا؟ اما ستور، بيخزنوا المعلومات الوراثيه، اما ترانزميت، مهم جدا، ترانزميت، نقل المعلومات الوراثيه. تمام، اما يساعد على شو؟ على ظهور الصفات الوراثيه. فالنيكليك اسيد ستور ترانزميت اند هيلب اكسبريس هيريديتي انفورميشن. تمام. فالنيكليك اسيد اهم اشي فيهم شو هو؟ هو يعني بنقلوا، بعبروا، يعني هيك. مثلا أنا بيكون عندي صفات وراثية موجودة بالآباء، رح ننقلها للأبناء بواسطة شو؟ بواسطة النيكليك أسيد هذا الأبناء. هلا في البارت اللي قبل هاد احنا حكينا عن الأمينو أسيد. تمام، حكينا إنه الأمينو أسيد الأحماض الأمينية، هناك أحماض نووية معناها بالعربي. الأمينو أسيد sequence of polypeptide، يعني مجموعة الأمينو أسيد يعملوا له شو؟ polypeptide. طب حكينا بتذكر خلال المحاضرة إنه هاي الأمينو أسيد مين اللي مسؤول عن ترتيبها وظهورها وزي هيك، اللي هم المعلومات الوراثية، اللي هم الجينات. تمام. فحكيت لكم أي خلل بالجينات رح يصير عندي خلل بظهور الامينو اسيد، يعني رح يطلع لي خلل الامينو اسيد مختلف زي صار بالسايكل سيل ديزيز. تمام، وشو صار عندي؟ مرض. اوكي. فانا بيكون عندي سبحان الله إشي مبرمج، اللي هم الجينات، هدول الجينات موجوده، فهاي الجينات مسؤوله بالنهايه عن تعمل لي امينو اسيد، وهدول الامينو اسيد لما نجمعهم سوا حيعملوا لي شيء اسمه بوليبيبتايد. حلو حلو، تمام. هلا الجينات هاي من اللي بتتكون من الدي ان ايه، يعني مجموعة الدي ان ايه، بتعرفوا الدي ان ايه اكيد مر عليكم في التوجيهي في الاحياء. فمجموعة الدي ان ايه consists of يعني مجموعة الدي ان ايه سوا رح يعملوا لي جينات. تمام. اوكي، هسا الدي ان ايه بتكون من وحدة اساسية اللي هي النيكليك اسيد، يعني سوري نيوكليوتايد. اوكي. فعلى الدي ان ايه انا عندي الجينات بتتكون مينلي من الدي ان ايه. تمام، هسا الدي ان ايه له اسم ثاني، نيكليك اسيد. هسا النيكليك اسيد بتتكون من وحدة اساسية اسمها النيكليوتيد. نيجي على الشرح، انا عندي بوليمر، عندي الدي ان ايه، عندي ار ان ايه، بيساوي كلهم نيكليك اسيد. فكنا نحكي زي ما حكينا انه في البارت الماضي حكينا انه انا مجموعة الامينو اسيدز لما اربطهم سوا، سبب هذا الاشي انه ترتيب الامينو اسيدز وليش هذا الامينو اسيد بالذات هم الجينات. تمام. فالجين عبارة عن مجموعة من الدي ان ايه، دي ان ايه ممكن احكي لها نيكليك اسيدز، الوحدة الاساسية تبعتها النيكليوتايد. تمام، ركزوا معي مظبوط، بالله عليكم. شوف كلام ثاني، هذا الكلام مش عاجبني. اوكي، الاحمر. أنا في عندي إيش؟ الوحدات الوراثية اللي هي الجينات. الجين بتكون بشكل أساسي من الدي إن إيه، مجموعة الدي إن إيه سوا.
شو الدي ان اي اصلا؟ دي ان اي عباره عن نيكليك اسيد، اللي الموضوع عندنا لليوم، يعني يا دي ان اي يا نيكليك اسيد، ار ان اي، تمام، كلهم دلاله على نيكليك اسيد. هدول مالهم الوحده الاساسيه تبعتهم نيكلوتايد، تمام، ركزوا لي. اوكي، فهيو هاي المعلومة كتير مهمة. حكينا إنه تتذكروا بالبارت، يعني هذا البارت كتير مربوط بالبارت اللي قبل. فبتتذكر لما حكينا عن 3D structure للجوتين، حكينا مين اللي بيحدد؟ اللي بيحدد هو ترتيب الأمينو أسيد سوا، صح؟ الأحماض الأمينية سوا. طيب مين بيحدد الأحماض الأمينية هاي كيف ترتبت؟ اللي هم النيكليك أسيد، الجينات، الجين. فالوحدات الوراثية لسلسلة عديد البيبتيد تبرر نفسها من خلال وحدات منفصلة تسمى الجينات. هدول الجينات حكينا عبارة عن نيكليك أسيد. هدول النيكليك أسيد بنقسم لقسمين، إما دي إن إيه إما آر إن إيه، يعني دي إن إيه من كلاس للنيكليك أسيد والآر إن إيه من كلاس للنيكليك أسيد، والوحدة الأساسية كلهم تبعتهم نيكلوتايد. حلو حلو. فهي النيكليك أسيد there are two types of nucleic acids، يعني في عندي نوعين من النيكليك اسيد اللي هم الدي ان اي والار ان اي، تمام. الدي ان اي لا بتدل على اسم ديوكسي رايبوز، ديوكسي رايبوز. اما الار ان اي رايبونيكليك اسيد، تمام. فالدي ان اي مهم جدا نحفظ اختصار لشو؟ ديوكسي رايبونيكليك اسيد. الار ان اي اختصار لشو؟ للرايب نيوكليك اسيد، تمام. يعني ممكن يجي في الامتحان يحكي لك الدي ان اي دلاله على شو، راح احكي لكم من وين اجى الاسم، تمام، بس احفظوا هسه مبدئيا دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد موجوده، تمام، بس شو الفكره؟ الفكره عندي نضاف ديوكسي رايبو وتحت رايبو. اوكي، يعني هون لزياده عندي كانت كلمه ديوكسي رايب نيكليك اسيد، هي موجودة هون نفسها هيها. فالدي ان اي كيف تحفظوها؟ ديوكسي رايب نيكليك اسيد، اما الار ان اي رايب نيكليك اسيد، تمام. اوكي، هلا الدي ان اي الحلو بالموضوع انه هي مسؤولة عن الريبليكيشن تبعها. شو يعني ريبليكيشن؟ يعني استنساخ. انا من الدي ان اي نفسه ممكن اعمل استنساخ لاكثر من شيء، تمام. فكيف؟ لأنها راح تعمل لي إشي اسمه، راح أحكي لكم كيف، تمام. بس الـ DNA يعني مين مسؤول عن الريبليكيشن تبعها؟ الاستنساخ الـ own replication تبعها اللي هي نفسها، فهي مسؤولة عن الريبليكيشن الاستنساخ نفسها. طب دكتورة شو بفيدنا إحنا الاستنساخ؟ بفيدنا إحنا عشان تنتقل الصفات الوراثية، تمام، وتضل بالآباء. يعني إحنا تخيلوا معي، أنا عندي الدي إن إيه، تمام، بالأب هاد بالأم هاي، تمام. فهذا الدي إن إيه بدي إياه الصفة هاي تضل، بدي أنقلها. كيف بنقلها؟ من خلال عملية الاستنساخ للدي إن إيه، وتنتقل من الآباء للأبناء، تمام. فهي طبعا هدول النوعين بيسمحوا للكائنات الحية بانتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. وعند الدي إن إيه قدرة على الاستنساخ، فهي بتنقسم نفسها بنفسها. أوكي، طيب كيف راح تنقسم نفسها بنفسها؟ راح تساعد على تصنيع إشي اسمه mRNA، messenger RNA. فهذا المسنجر RNA وظيفته بشكل أساسية اللي هو صناعة الأمينو أسيد، بالتالي راح أعمل بروتينات، تمام. وهاي العملية كلها بسميها جين إكسبريشن. لو يجعلي تعرف شو جين إكسبريشن، جين إكسبريشن هو تحويل الـ DNA لـ mRNA، استنساخ الـ DNA لـ mRNA، ومن الـ mRNA أنا قاعدة بعمل بروتين سينثيسيس، يعني بصنع بروتينات، تمام. هسه بشرح لكم بالصورة كيف الوضع راح يكون أسهل. فالبروتين سينثيسيس، عملية تصنيع البروتينات، وين راح تكون؟ مينلي في الرايبوزوم. الرايبوزوم هو جزء من أجزاء الخلية، تمام. هذا مينلي مصنوع عن تصنيع مسؤول عن تصنيع مهم جدا، هاي المعلومة، مسؤول عن تصنيع البروتينات، يعني رح ناخذها في التفصيل في شابتر 6، يعني اللي بعدها،
تمام. نرجع لفكرتنا، ألخص لكم شو حكينا بهذا السلايد. حكينا بهذا السلايد أنا عندي النيكليك أسيد، هم مجموعة نيكليك أسيد لو وضعهم سوا رح يعمل لي الجينات اللي إحنا بنعرفها. تمام، هسا النيكليك أسيد بتنقسم لقسمين، يعني عندي نوعين، تو تايبس. تمام، عندي نوعين، عندي ديوكسي رايبو نيكليك أسيد أند رايبو نيكليك أسيد. تمام، ديوكسي رايبو نيكليك أسيد هو الدي إن إيه، أما الرايبو نيكليك أسيد آر إن إيه. هسا الدي إن إيه هو حدا كثير ذكي، رح يعمل استنساخ والمعلومات تضل عنده، يعني حتضل بهاي الخلية بس حنستنسخها وحتروح على خلية ثانية مثلا، أو حنستنسخها نعمل بروتين معين مثلا. تمام تمام، فهاي العملية بتحويل الدي ان اي لامار ان اي عشان اصنع بروتين اسمها جين اكسبريشن. تمام، اوكي، مهم جدا هذا التعريف. طيب البروتين وين بتتصنع؟ بتتصنع بشيء اسمه رايبوزوم. فانا يا حبايبي بيكون عندي دي ان اي، رح يصير عندي عملية اسمها ترانسكريبشن، ترانسكريبشن اللي هي الاستنساخ، زي ما بدأ الاستنساخ عشان أعمل ام ار ان اي، هذا الام ار ان اي حيصير له ترانسليشن، عملية ترجمة، تمام، ليعمل لي بروتين. حلو حلو، نرجع نعيد، الدي ان اي رح يصير له ترانسكريبشن، عملية استنساخ، ترانسكريبشن، كيف أكتب لكم إياها؟ ما أتوقع كتبتها لقدام. بعدين بصير عندي ترانزليشن، عملية الترجمة عشان أعمل بروتين. أنا مش قاعدة بحكي بالعربي، ليش؟ قاعدة بحكي من لي أكتر إيش المصطلحات بالإنجليزي، عشان هاي المصطلحات بتهمكم أنتوا، بس يعني بس تمتحنوا، حتمتحنوا من لي على الكي ووردز، يعني لما تجاوبوا بالأسئلة من لي على الكي ووردز، ترانسكريبشن، ترانزليشن، رايبوزوم، أند جين إكسبريشن، دي إن إيه، آر إن إيه، هدول كلهم ريبليكيشن، هدول كلهم مفتاح، كي ووردز، كلمات مفتاحية بناء عليهم حتجاوبوا في الامتحان. تمام. هلا كيف صار الاستنساخ؟ كيف صار انه انا الدي ان ايه تحولت لامينو اسيد؟ كان يا ما كان في قديم الزمان عندي دي ان ايه، عندي دي ان ايه، هاي الدي ان ايه عبارة عن دبل هيليكس. شو يعني دبل هيليكس؟ جدولتين، هاي اول جدولة، هاي تاني جدولة. صار عندي عملية تسمى ترانسكريبشن، استنساخ للدي ان ايه، اخذنا منه اشي واحد بس، تمام، اللي هي شو؟ الام ار ان ايه، ماسنجر ار ان ايه، الرسول، بتذكركم الحكاية بالاحياء، مش عارفة اذا اخذته او لا. تمام، هذا الام ار ان ايه كان كل العملية التصنيع هاي كانت بالنيكليس، بالنواة، احنا عارفين انه الدي ان ايه موجودة بنواة الخلية. تمام، فلما صار عندي سينثيسيس للام ار ان ايه، هذا الام ار ان ايه طلع من النيكليس النواة وانتقل خلال السيتوبلازم، راح على إشي اسمه شو؟ رايبوزوم. تمام، فبينتقل الام ار ان اي بالخليه ليوصل للريبوزوم اللي هو مكان تصنيع البروتينات، بروتين سينثيسيس بروتين سينثيسيس، سوري. تمام، هون راح يصير عمليه اسمها ترانسليشن، عمليه ترجمه للام ار ان اي هذا اللي وصلنا لامينو اسيدز. هاي العمليه شو بنسميها؟ جين اكسبريشن، اللي هي كل اللي صار، دي ان اي تحول لامار ان اي، على الأمر إن راحت على الرايبوزوم وصار أمينو أسيد، مجموعة الأمينو أسيد عملوا لي بوليبيبتايد. حلو حلو، تمام، لخص الموضوع من أول وجديد. شايفين هاي الرسمة زي اسمكم؟ تمام، أول شي صار عندي سينثيسيس للأمر إن، خصوصا هدول الخطوات، الأمر إن اتحركت انتو سايتوبلازم، بعدين صار عندي سينثيسيس اوف بروتين من خلال عملية ترانسليشن، عملية الترجمة. تمام، فهاي كل احنا حكينا انه الدي ان اي مولكيولز مسؤولين عن الاون ريبليكيشن. تمام، فحيتحول عندي دايركت سينثيسيس اوف ام ار ان اي. هسه الام ار ان اي راح تتفاعل مع الرايبوزوم، تمام، راح تدخل وحيصير ترجمة، هيعطيني امينو اسيد، هدول الامينو اسيد سوا راح يعملوا لي بروتين. فهاي هي عملية genetic information، كيف تتسمري دي ان ايه، ام ار ان ايه، ام بروتين. تمام، بالنهاية اوكي. طيب هسه رح نيجي على موضوع النيكليك اسيد. هون قبل شوي حكينا كيف النيكليك اسيد رح تنقل الصفات الوراثية عشان تعمل لي امينو اسيد. تمام، بالنسبة للكومبوننتس اوف نيكليك اسيد، نيكليك اسيد عبارة عن بوليمر، تمام، له اسم تاني اللي هما البولينيكليوتايد. تمام، هالبولينيكليوتايد سوا رح لو نجمعهم بعملوا لي شو؟ جينات. تمام،
فالنيكليك اسيد لها دلع ثاني اللي هو البولينيكليتايد. البولينيكليتايد او النيكليك اسيد الوحده الاساسيه المونيمر تبعها مهم جدا، المونيمر تبعها كوب نيوكليوتايد. طب النيوكليوتايد من شو بتتكون؟ بتتكون من 3 شغلات زي اسمكم، كمان راح اشرح لكم اياها في الصوره اللي بعد اتوقع، ما راح اشرح لكم اياها في الصوره. تتكون من 3 شغلات: نيتروجينس بيس، بنتوز شوجر، فوسفيت جروب. حلو حلو، هاي النيوكليوتايد. طب لو انا ما عندي فوسفيت جروب، يعني الثلاثه مش موجوده، بسميه المركب اللي عندي نيوكليوسايد. تمام، راح افرجيكم اياها بالصوره كيف تتكون، اعذروني حمشي من هون. هاي النيوكليوتايد شو بنلاحظ هون؟ تكونت من بنتوز شوجر، يعني 5 كربونات. هذا البنتوز شوجر بسميه رايبوز. تمام، تكونت من نيتروجينيس بيس وتكونت من فوسفيت جروب. اوكي، هلا لو انا عندي بنتاز شوجر ونيتروجينيس بيس بدون فوسفيت جروب بسميها شو؟ نيكلوسايد. هون كل هاي سوا نيكلوتايد، تكون من 3 شغلات، رجاء ركزوا: فوسفيت جروب، نيتروجين سبيس، وبنتوز شوجر. 5 كربونات يعني شو؟ هذا ستراكشر الرايبوز. طيب بس هذا الستراكشر المطلوب منكم لانه بهمنا هون. طيب فوسفيت جروب ان نيتروجين سبيس ان شو؟ رايبوز شوجر اللي هو البنتوز. طيب حكينا إذا ما في عندي فوسفيت جروب يعني بيصير عندي إيش اسمه النيوكليوسايد. فأنا عندي فوسفيت جروب، بنتوز شوجر، نيتروجين سبيس، بجمعهم سوا بعطيني إيش اسمه النيوكليوتايد. لكن بنتوز شوجر أو نيتروجين سبيس بدون الفوسفيت جروب بسميها النيوكليوسايد. أوكي، فهي النيكلوزايد هي عبارة عن نيتروجين سبيس زائد شوجر without فوسفيت جروب. طيب ممكن نجيب لك بالامتحان يفرق لك بيناتهم، ركزوا هاد حفظ الموضوع. طيب هلا أنا عندي تو فاميليز، عائلتين من نيتروجين سبيس. هيهم إشي بسميه بايريميدين وإشي بسميه بيورين. هسا البايريميدين والبيورين برضو هدول حفظ زي اسمكم. البايريميدين هي عبارة عن حلقة واحدة، تمام، عبارة عن 6 ممبر رينج. أمثل عليها سايتوسين، مهم، ثايمين اند يوريسين، راح أحكي لكم عنهم بالسلايد اللي بعده، بس ركزوا معي هسه. بالنسبة للبيورين عبارة عن كربونة، قصدي حلقة فيها 6 كربونات وحلقة فيها مثلا 5 كربونات مجموعين سوا بسموني اسمه بيورين. أمثلة عليها أدينين عند جوانين، بيجي بالامتحان بحكي لك الأدينين هو عبارة عن بايريميدين، صح ولا غلط؟ فولس. الأدينين عبارة عن بيورين، الجوانين عبارة عن بيورين. البايريميدين بتكون من سايتوسين عن ثايمين أند يوريسين. أوكي، هسه شوي خلينا شوي بعدين بعد أفرق لكم بهاي النقطة، هاي النقطة هسه بدي أرجع لكم إياها. تمام، طلع علي هون. حكينا structure النيوكليوتايد، صح ولا لا؟ صح، حكينا بيتكون من شوجر فوسفيت جروب اللي هي الرايبوز، تمام، وبتكون من نيتروجين سبيس اللي هي بايريميدين بيورين، هاي لأنها كربونة الحلقة تكون 5 كربونات، حلقة 6 كربونات، تمام، وهون بايريميدين. أوكي، بس البايريميدين أمثلة عليها مش مهم تحفظ الاستركتشر ها، بس مهم إنه بتعرفوا إنها تتكون من 6 حلقات، 6 حلقات، 6 حلقات. طيب في عندي السيتوسين برمز لها حرف سي، ثايمين برمز لها حرف تي، ويوراسيل برمز لها حرف يو. بس بيحكي لنا كان لمكان إنه الثايمين موجودة في الدي إن إيه، أما اليوراسيل موجودة في الـRNA، يعني ما راح تلاقي اليوراسيل بالـRNA،
تمام بالدي ان ايه، وما حتلاقي سوري وما حتلاقي الثايمين بالار ان ايه، لا الثايمين بالدي ان ايه واليوراسيل بالار ان ايه. تمام، شو هم البيورينز اللي عندي؟ ادينين اند جوانين. طيب هاي الرسمة أهم من حياة، اللي شايفين قاعد بتلخص الشابتر كامل، عم بتلخص الموضوع كامل، قصدي الكونسبت. هسا جاي أميز لكم بين الشوكرات اللي هي البنتوز شوكر، تعالوا نوضحها أكثر. اطلعوا هون، هاي رايبوزة وهاي رايبوزة، عدوهم كم حلقة كم كربونة، واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، يعني خمسة شكر أو سكر خماسي. حلو حلو، ركزولي ننعد، هاي كربون واحد وهاي كربون اثنين. طيب ركزوا لي على كربون اثنين، كربون اثنين بنلاحظ انه هون في عندي او اتش، فهذا الريبوز الصحيح يكون عندي على كربون اثنين دايما او اتش. اما هون بكربون اثنين بالدي ان ايه شلت الاو اتش، عشان هيك سميتها دي اوكسي والريبوز ضلت. حلو حلو، هاسكن عجبت، طلع علي اعزائي. انا في عندي شوجر اللي هو البنتوز شوجر، تمام، بيتكون من خمس كربونات. لو نيجي على الكربون الثاني، احفظوها زي اسمها، على الكربون الثاني بالريبوز حنلاقي في عندي او اتش، لكن في الديوكسي رايبوز اللي هو الدي ان ايه حنلاقي شو اتش، يعني شلنا الاو اتش. تمام، هاي النقطة بحكي لنا ان دي ان ايه ذا شوكر اسمها ديوكسي رايبوز. ليش؟ لانه من كربون اثنين، احفظوها زي اسمكم بالله عليكم، من كربون اثنين شلنا الاو اتش، ومن الار ان ايه اسم الشوكر رايبوز. ليش؟ لانه خلص تمام، فيش ولا ايش انشال واموره طيبة. ممكن عندي موضوع مهم اللي هي النيكليوتايد، عبارة عن نيكليوسايد اللي هي اختصار ل بنتوز جروب and nitrogenous base زائد الفوسفات والنوكليوتيد، يعني قاعدة بشرح لكم إياها بطريقة ثانية. طلعوا عليك، عندي نيكليوتايد، النيكليوتايد شو حكينا؟ بتكون من ثلاث شغلات، فوسفات نيتروجينس بيس اند شو اند بنتوز شوجر. طيب ممكن احكي بطريقه ثانيه انه النيكليوتايد هو عباره عن نيكليوسايد، نيكليوسايد اللي هي دلاله على شو؟ دلاله على بنتوز جروب اند شو نيتروجين سبيس. تمام، هذا المربع زائد فوسفيت جروب. تمام، هذول بيعملوا لي النيكليوتايد. اوكي، فالنيكليوتايد اكبر من نيكليوسايد، نيكليوسايد عشان يصير زي النيكليوتايد ناقص الفوسفيت جروب. تمام، نرجع نعيد. أنا عندي حاس، لأنه أنا حاس فيكم، يعني هذا موضوع شوي زفن شوي بده تركزوا مظبوط. أنا عندي نيكليوتايد، النيكليوتايد بيتكون من ثلاث شغلات، فوسفات جروب and بنتوز شوجر and نيتروجين سبيس. طيب النيكليوسايد بيتكون من نيتروجين سبيس and بنتوز شوجر، هاي الفوسفات خلاص أكسوا عليها مش موجودة هون، صح؟ نأكس عليها. حلو حلو، نيجي على ايش؟ نيجي على البنتوز شوجر والنيتروجين سبيس، نيجي نوضحها. نيتروجين سبيس عندي نوعين، ايش اسمه؟ بيورين، ايش اسمه؟ بايريميدين. تمام، هسا البيورين والبايريميدين حكينا البايريميدين بتكون من حلقة واحدة، البيورين بتكون من حلقتين، واحدة خماسية واحدة سداسية، وهو أنا سداسية. أمثلة على البايريميدين السايتيسين ثابت موجود في الدي ان ايه اند ار ان ايه، أما الثايمين هذا موجود بس بالدي ان ايه، واليوراسيل هاد موجود بس بالار ان اي. البيورين عادي، الادينين عند الجوانين موجودين في الدي ان اي. ممكن يجيب لك مين من هذول النيتروجين سبيس موجودين في الدي ان اي، نحكي له سايتوسين عن ثايمين عن ادينين عند الجوانين. مين موجود بالار ان اي؟ سايتوسين عند يوراسيل عن ادينين عند الجوانين. تمام، يعني نعمل اكسبشن في حاله وجوده بالدي ان اي، نعمل اكسبشن لليوراسيل. لما نحكي عن أشياء موجودة في الـ RNA بنعمل exception، يعني استثناء للثايمين. طيب السيتوسين اختصار للسي، الثايمين اختصار للتي، اليوراسيل اختصارها لليو، البيورين اختصارها الأدينين سوري اختصارها للأي اللي هي شو؟ أدينين،
والقوانين اختصارها للجي. طيب احفظوا الاختصارات، يعني عشان هيك قاعده بحكي لكم حفظ. طيب حكينا بتكون نيتروجين سبيس، ميزنا بيناتهم. هسه نيجي على البنتوز شكر. هسه البنتوز شكر اذا كانت الكربون رقم 2 في عندي او اتش، هذا بسميه رايبوز، وهذا الاشي موجود في الار ان اي. اما اذا كانت الاو اتش مشيوله، هذا بسميه ديوكسي رايبونيوكليك اسيد، فهذا الاشي موجود في الدي ان اي. طيب لو بدي اجمز لكم بين الدي ان اي والار ان اي، الدي ان اي تحتوي على دايت ديوكسي رايبونيوكليك اسيد، الديوكسي رايبوز سوري، وبتحتوي على سيتوسين اند ثايمين اند ادينين اند جوانين. استثنينا اليوراسيل واستثنينا الاو اتش، حلو؟ حلو. اما الار ان اي بتحتوي على شجر الرايبوز، بتحتوي على السيتوسين واليوراسيل والادينين والجوانين. ماشي ماشي، هم يتميزوا بيناتهم. طيب فهون مشوا لي الاو اتش، فهذا المركب اللي عندي عباره عن لا الدي ان اي. تعالوا احكي لكم عن هذا المركب، ركزوا معي كمان مره للمره ال10 قلت لكم ركزوا معي. طلعوا احنا بهمنا البنتوز شوجر، هاي البنتوز شوجر هاي خلتنا نميز والله هاد دي ان اي ولا ار ان اي. موجود هون او اتش، يعني شو ار ان اي؟ مش موجود ديوكسي رايبوز، فيعني شو دي ان اي. عدينا الكربون رقم 1، مهم جدا انه نعرف انه المرتبط فيها نيتروجين بيس. طيب الكربون رقم 2 بتهمنا بالتفريق بين مين؟ بين هاي وهاي، يعني بين الدي ان اي والار ان اي. كربون رقم 3 هاي بتضل فري عشان نربط معها فوسفات جروب من المركب اللي تحتيه، يعني من النيكلوتايد الثاني. طيب يعني كربون 3 مسؤولة عن الارتباط بين النيكلوتايد، ماشي. وكربون رقم 4 خلاص يبونا منها. كربون رقم 5 عليها فوسفات جروب، تمام، النيكلوتايد نفسه. تعالوا احكي لكم كيف على الرسمة هاي الزغنوطة. أنا عندي هاي كربون رقم 1، شو عليها؟ نيتروجين سبيس. هذا النيتروجين سبيس شو بسميه؟ بيورين. حلو؟ حلو. هون كربون رقم 2 دي او اتش، لا هذا بسميه دي ان اي. هون كربون رقم 3 هاي اللي هون قلت لكم هاي بتضل فري، رح تربط الفوسفات من المركب شو؟ من المركب الثاني، يعني النيكلوتايد الثاني. يعني هاد نيكلوتايد لحال، وهاد نيكلوتايد لحال، وهاد نيكلوتايد، إذا فاهمين علي كيف؟ تمام. هاي كربون رقم 3، كربون رقم 4 سيبونا منها، كربون رقم 5 تربط الفوسفات الجروب تبع النيكلوتايد نفسه، أما الكربون رقم 3 تربط الفوسفات جروب تبع النيكلوتايد الثاني جارهم. طيب هسه هون بسميه 5 اند لأنه الفوسفات جروب جاي على كربون رقم 5 من النيكلوتايد نفسه، وهون بسميه 3 اند، تمام، هو الفاضي اللي راح اربط فوسفات جروب من الجهه الثانيه من النيكلوتايد الثاني من جارنا. طيب نرجع نعيد مره ثانيه. نيكلوتايد شو بتتكون؟ بتتكون من 3 شغلات، بتتكون من نيتروجين سبيس، بتتكون من شوجر، بتتكون من فوسفات. طيب النيكلوسايد من شو بتتكون؟ من نيتروجين سبيس، بتتكون من شوجر. حلو حلو. نيجي على الشوجرايه، هاي السكرايه تتكون من 5 حلقات بسميها منتو بنتوز، تمام، فهي عبارة عن رايبوز شوجر. بنطلع على الكربونات، أول كربونة نربط فيها النيتروجين سبيس اللي هم عبارة عن بيورين اند بيراميدين. ثاني كربونة إذا كان أو اتش بسميه ار ان اي، إذا ما كانش أو اتش بسميه شو؟ دي ان اي. كربونة رقم 3 هاي فري نربط فيها الفوسفات تبع النيكليتايد الثاني. كربون رقم 4 سيبونا منها، كربون رقم 5 نربط فيها الفوسفات جروب. طيب هيا هذا نيكلوتايد بتكون من شوجر، بتكون من فوسفات جروب، بتكون من نيتروجين سبيس، نيتروجين سبيس يورين وبيراميدين. البيراميدين بتكون من قديش؟ حلقة واحدة، والبيورين بتكون من حلقتين، تمام. كربون رقم 1 مين ربطنا عليها؟ زي اسمكم نيتروجين سبيس. كربون رقم 2 للدلالة للتمييز بين الدي ان اي والار ان اي، هون
ما في OH، فيعني دي ان ايه. كربون رقم 3 حنربط عليها النيوكليوتايد الثاني. كربونة رقم 4 مش مهم، لا سوري، هاي كربون رقم 4 مش مهم. كربون رقم 5 راح نربط عليها الفوسفيت جروب تبع النيوكليوتايد نفسه. إذا كان نيوكليوتايد فيش هاي هون شيء، خلاص فاضي. طلعوا كيف؟ خلاص الأمور طيبة. ركزوا لي هون، 5 انت هون 3 انت. لما تكون الفوسفيت جروب طالعة هاي بسميها اي 5 انت، لما تكون الكربون الثلاثة فري بسميها 3 انت. طيب؟ طيب. طيب في البنتوز ريبوز شوجر، دي ان ايه دوكسي ريبوز، دي متنزوع اوكسي اكسجين، اذا هو بيحتوي على سكر ريبوز منزوع منه الاكسجين فبسميه شو؟ دي ان ايه. طيب هذا دوكسي ريبوز وهذا ريبوز، هاي نيتروجين سبيس البايراميدين وهاي نيتروجين سبيس البيورين. السيتوسين والادينين والجوانين هذول موجودين في كلهم دي ان ايه والار ان ايه، لكن الثايمين واليوراسيل هدول ها تشيك. حلو حلو. بس رح نشرح موضوع كثير مهم وبعدها بنخلص، تمام؟ ركزوا معي. أنا حكيت عن الوحدات الأساسية للنيكليك أسيد، حكيت بيحتوي على النيكليوتايد، وحكيت كيف بدنا ميز. والله هذا اللي عندي دي ان ايه ولا هذا اللي عندي ار ان ايه، تمام. هسه رح نحكي عن النيوكليوتايد بوليمر. انا كيف جمعت النيوكليك اسيد سوا عشان اعمل نيوكليوتايد بوليمر؟ اسم الرابطه مهم كثير، زي اسمكو فوسفو داي استر لينكد، هي الرابطه المسؤوله عن ضم النيوكليوتايد سوا. كيف ضمنا النيوكليوتايد سوا؟ من الكربون رقم 3 في البنتوز شوجر، صح ولا مش صح؟ صح. اسم الرابطه فوسفو داي استر لينكد، تمام. الفوسفودايستر لينكج كونسيست اوف، من شو بتتكون؟ من فوسفات جروب اللي بتربط الكربونه تبعت الشوجر رقم 3 مع النيوكليوتايد الثاني، تمام. فالفوسفودايستر لينكج هي فوسفات جروب ربطت بين شغلتين، بين النيوكليوتايد الاولى والنيوكليوتايد الثاني، تمام. هسه هاي الروابط كلها الفوسفودايستر لينكج عملت لي باك بون، ماشي. هذا الباك بون إشي طرفي بسميه شوجر عن فوسفيت، ومين اللي داير على راسه؟ النيتروجين سبيس. طلعوا كيف هذا الارتباط عمل لي باك بون، مين اللي داير على راسه عشان يرتبط بالليش الثاني الدي ان ايه الثاني؟ النيتروجين سبيس. طيب فالفوسفودايستر لينكج عملت لي روابط اسمها شوجر فوسفيت روابط، والابندكس هاي الزوائد هم عبارة عن شو؟ عن نيتروجين سبيس. اوكي هسه رح نيجي نميز بين الدي ان ايه والار ان ايه كيف شكلهم زي هيك. حلو حلو. هسه انا حكيت لكم انا في عندي بيكون باك بون، وهنا نيتروجين سبيس عبارة عن زوائد. طيب هدول الزوائد رح يرتبطوا مع الزوائد التانية، رح احكي لكم كيف. هسه انا بدي اجي اميز بين الدي ان ايه والار ان ايه عشان نيجي نحكي هاي السالفة، خليناها. طيب هاي خليها المعلومة موضحة اكثر. الار ان ايه عبارة عن سينجل بوليبيبتايد، زينا زيه عبارة عن سينجل بوليبيبتايد تشين. أما الـ DNA عبارة عن 2 بليون نيوكليوتايد تشين اللي هم هدول، يعني زي الجدولة عبارة عن دبل هيليكس يعني جدولة. أما هون اسمه سينجل هيليكس الـ RNA، أما الـ DNA دبل هيليكس. والـ DNA حكينا بيكون عنده هيليكس واحد وهيليكس تاني، الهيليكس الأول بسميه 5-3، أما الهيليكس الثاني 3-5 معكوس، راح أشرح لكم إياه على الرسمة، بسميه إيش اسمه؟ أنتي بارل، غير متوازي. أوكي. هسا أكتر من دي أنا سوا بربطهم سوا بعملوا لي جينات. حلو حلو. الشغلات اللي موجودة في الدي ان ايه always adenine
رح يرتبط مع الثايمين، والجوانين حيرتبط مع السيتوسين، ورح تكون الرابطة complementary base pairing. ماشي ماشي، تعال احكي بكيف. انا في عندي دبل هيليكس، طيب طيب هسه هاي 5 3 وهاي 3 5، جبت هاد بدي اعمل له استنساخ، هاد بدي اعمل له استنساخ، راح اجيب هاد هيك هيك 5 3. طيب طيب فأنا دايما في عندي إشي اسمه complementary base، إشي معكوس. فهاد مثلا إذا كانت هون النيتروجين سبيس أدينين، راح تعمل لي رابطة ثنائية مع شو؟ مع الثايمينين. وإذا كانت هون جوانين، رح تعمل لي رابطة ثلاثية مع السيتوسين. تمام تمام، وهيك حتى نوصل، يعني رح نعمل استنساخ هيك لحتى نخلص. فهذا رح يكون 3 وهذا رح يكون 5، لأنه إحنا حكينا رح نعكسه، يعني مش رح نحط أدينين أدينين، لا رح نقلب أدينين، رح تقلبها ثايمين، جوانين رح نقلبها سيتوسين. إذا كانت هون أدينين هون بتصير ثايمين هيك. تمام تمام، ال RNA عبارة عن single strand، وبرضه راح يصير عندك complementary، يعني الثايمين لو بدي أحولها حتصير يوراسيل، والجوانين راح تصير سايتوسين. تمام تمام، ال RNA الثايمين راح تتبدل بيوراسيل مش بالأدينين. تمام تمام، حكينا الـ DNA موجودة على شكل دبل هيليكس، والـ RNA موجودة على فورم واحد. طيب نرجع نشرح مظبوط. في complementary base pairing بحكي لنا هي قاعدة القواعد المتزاوجة. هاي القاعدة بتحكي لنا إنه الـ DNA بيحتوي على دبل هيليكس متقابلين، على كل هيليكس بيكون أدينين جوانين ثايمين سيتوسين. فأول خط بدي أعمل له استنساخ، بالأدينين حتصير ترتبط مع الثايمين برابطة ثنائية، والجوانين راح يرتبط مع السيتوسين برابطة شو؟ ثلاثية. وهاي الخاصية بتخلي الـ DNA لكل بروتين مميز عن غيره. تعالوا أحكي لكم كيف، شو المهم راح يجينا في الامتحان. راح يجيب لك هاي، راح يقول لك أنا هذا الـ DNA بدي أحوله، بدي أعمل له كومبلمنتري. كيف بدي أعمله؟ أحكي 5 3 أعكسها، هون 3 وهون 5، الثايمين راح تصير أدينين، راح ترتبط بأدينين، الأدينين راح تربط بشيء اسمه ثايمين، الأدينين راح ترتبط بشيء اسمه ثايمين، الجوانين راح ترتبط بشيء اسمه سايتوسين، السايتوسين راح ترتبط بشيء اسمه جوانين، السايتوسين راح ترتبط بشيء اسمه جوانين، الثايمين راح ترتبط بأدينين. وهو نفس الشيء للـ RNA، بس الفكرة بدل ما أحط أدينين بصير أحط يو، يعني هون بصير أحط يو، هون بحط يو. طيب طيب الفكرة إنه بيحكي لنا هون صار مسماتش، ليش؟ المفروض يصير من أدينين لثايمين، ليش صار أدينين لسايتوسين؟ فهذا مسماتش. طيب طيب هاي سيبولنا منها، راح أشرح لكم كيف صارت. 5 نعكسها لـ3، لأنه حكينا شو complementary base pairing و anti parallel. الثايمين راح تصير أدينين، يعني لما تعمل استنساخ راح تصير أدينين، أدينين راح تصير ثايمين، تي أدينين راح تصير ثايمين، الجوانين راح تصير سايتوسين، السايتوسين حتصير جوانين، السايتوسين حتصير جوانين، والثايمين حتصير أدينين، وهاي راح تصير 5. تمام، مهم كثير هذا السؤال، دائما يعني بيجي سنوات. الـ RNA حكينا بيحتوي على سنجل هيليكس، سنجل هيليكس تدوله واحدة، الزوج المكمل
احكي لنا انه رح يظهر تمام وعادي الامور طيبه، بدل الثايمين بس، يعني احنا لما الصحه الادينه حكينا بترتبط مع الثايمين، هذا بالدي ان ايه. اما بالار ان ايه اليوراسيل هذا ارتبط مع الثايمين، يعني لما نعمل كومبلمنتري بيس بيرنج نحط بدل الايه يو. الله، انا هذا عندي دي ان ايه تكون من 5 3 3 5، اوكي. فهاد الشوجر فوسفيت باك بون، وهاد النيتروجين سبيس. بين كل نيكليوتايد ونيكليوتايد اسم الرابطة فوسفودايستر لينكج، طيب بين كل بيس وبيس اسم الروابط هيدروجينية. مثلا أول هيليكس هاد الثايمين كانت راح ترتبط برابطة هيدروجينية راح تكون ثنائية مع الأدينين بالكبس الثاني. يعني ممكن يجيب لك يقول لك هون شو الحرف تحطه سايتوسين، هون جاب لك هذا يقول لك شو الحرف هون تحطه سايتوسين جوانين سوري، انه هون ايه شو الحرف تايمين زي هيك. طيب نيجي على الكويز، وهيك بنكون خلصنا تقريبا. اوكي، اي اشي حدا مش فاهمه ابعتوا لي. The information of protein synthesis is stored in ايش؟ in nucleic acid. The sugar that the backbone is called of DNA اسمه deoxyribose. The sugar is the backbone of RNA is called ribose. RNA don't leave the nucleus but does DNA do does. خلط. ليش؟ لأنه إحنا حكينا الـ DNA رح نحولها لـ mRNA، والـ mRNA اللي حتطلع مش الـ DNA اللي حيطلع. تمام. هون تلخيص التشابتر، حكينا إنه الكربوهيدرات البوليمر تبعته مونوساكرايد، البوليمر تبعته بوليساكرايد، اسم الرابطة جلايكوسيديك. الليبيد المونيمر تبعته مثلا فاتي أسيد، البوليمر تبعته تراي أسيد كليسترايد، اسم الرابطة السلينكد. البروتين المونيمر تبعته أمينو أسيد، البوليمر تبعته بوليبيبتايد، اسم الرابطة بيبتايد بوينت. أما النيكليك أسيد الوحدة الأساسية نيكليتايد بولينيكليتايد سبدايستر لينكد. صلى الله وبارك. هذا الكونسبت مش مطلوب منكم، لا تأكدوا من الدكاترة. تمام، والله يعطيكم العافية. تلخيص على السريع يعني بهمكم آخر شيء بس، هنشوفوا كيف. هاي أول كومبليمنتري بيس بدي أعكسها، أول هيلك بدي أعكسها بعكسها. الثايمين بتتحول لأدينين، أدينين بتتحول لثايمين، يعني أي هاي أول هيلكس وهاي ثاني هيلكس. يعني بقول لك احذر ثاني هيلكس الدكتور، لا بتحذر، بتحول 5 لـ3، بتحول تي لـ A، A لـ T، تي لـ C، جي لـ C، سي لـ جي، سي لـ جي، تي A. تمام، هو بيجيب لك واحدة بقول لك احذر الثانية، وبيجيب لك الثانية بقول لك احذر الأولى. طيب، وهيك بنكون خلصنا الشابتر. ما تنسوني من دعواتكم. زميلتكم الصيدلانية رشا غباط، ولا تنسوا الشير لايك سبسكرايب واركوا طيبة. تمام.